فعاليات ليالي المقامات الروحية في دورتها السابعة نظمت تحت عنوان عودية ليالي الرضا بالقاهرة، وأحيت فرق فنية من مصر وسوريا، وتتواصل الحفلات مع سهرات تحييها فرق أبرزها فرقة الطبول النوبية وفرقة الآلات الشعبية المصرية، فضلا عن فرقة فنية من أندونيسيا وفلسطين وسوريا. في إقبال جماهيري غير عادي، يعني كل سنة بيزداد. السنة دي حاجة جميلة عملناها، نحن بدأنا الليالي من 4 رمضان من حي الضرب الأحمر بيت يكن الأثري. كل يوم بيبقى مشارك معنا أكثر من فرقة، والفكرة بتاعتنا إن احنا نشر الثقافة المصرية والتراث المصري الأصيل من خلال العروض اللي بتقدم داخل المكان هنا وخلال الأسبوع. هذه الحفلات تسعى لتوطيد العلاقات بين الشعوب من خلال الفن وتحقيق المزيد من التوافق والتعرف على الثقافات المختلفة وكذلك الحفاظ على التراث الأصيل.